يعلموا أن أمريكا دولة قوية، لا ننكر هذا. عندهم سياسات، إن القائد أو الرئيس في أمريكا بيكمل سياسات من كانت قبله، لكن هل هناك تأثير في خطة العالم على مستوى العالم، ليست على مستوى دولة، بسبب خروج ترامب؟ هذا ما نعرفه من الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جمال أسعد. السلام عليكم أستاذنا. السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ. أخبار حضرتك، عامل إيه؟ تمام يا فندم، الحمد لله. أستاذ جمال، حضرتك، ترامب يزعم أن هناك تزوير في الانتخابات الأمريكية، هل بالإمكان أن يكون هذا حدث بالفعل؟ بداية حدث أو لم يحدث، ولكن لابد أن نقيم المشهد الأمريكي الانتخابي بموضوعية شديدة. تمام. أمريكا دائما تتكلم، بل تدعي بأنها باعثة الديمقراطية وهي التي تنشر الديمقراطية، ونعلم ماذا حدث في العراق تحت مسمى نشر الديمقراطية في العراق. تمام. عندما يكون هناك انتخابات رئاسية بهذا المستوى، وكل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه مزور، وأن هناك تصويت للأموات، وأن هناك طرد للمندوبين، وأن هناك تحرش بالأسلحة، هذه الانتخابات وتلك الصورة يدعون دائما ونتحدث عنها دائما أنها انتخابات العالم الثالث. فهل أمريكا الديمقراطية بعز الديمقراطية، أم هي انتخابات كانت في دول العالم الثالث؟ تمام. ترامب بيدعي ويقول أن هناك تزوير، وهذه ليست أول مرة، لأنه في 2016 أيضا كان هناك حديث من هيلاري كلينتون بأن هناك تدخلات روسية لإنجاح ترامب. تمام. كما أن هناك كان قبل ذلك عام 2000 بين آل جور وبين بوش الابن. إذا نقول أن الديمقراطية الأمريكية هي ديمقراطية شكلية تتاجر بها أمريكا حتى تضفر سيطرتها على دول العالم تحت بند نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان. أما كيف فكرة أن هناك تزوير، يمكن أن يكون هناك تزوير، ولكن السؤال، هل تصل الديمقراطية الأمريكية والنظام الأمريكي والدولة الأمريكية التي تعتبر ويقولون أقوى دولة في العالم الآن، تمام، إلى أن يكون هناك سمعة دولية أن هناك تزوير، وأن هناك رئيس رسب في الانتخابات ويقول أنني لن أقبل النتيجة ولن أتنازل عن رئاستي؟ هذه أشياء لن نسمع عنها في أردى وأسوأ تاريخ سياسي حتى قبل التاريخ. أستاذ جمال، بما حضرتك ذكرت قول ترامب أن أنا لن أسلم الرئاسة، هل تتوقع بعد هذه الهزيمة سيرحل ترامب بهدوء؟ ترامب لا نستطيع أن نفصل أقواله عن أفعاله، وعندما نحلل ماذا سيفعل، ترامب من المعروف أنه صاحب شعارات كلامية، مواقف حادة، ولكن عند اللزوم ينسحب ويمكن أن يكذب، وطوال الأربع سنوات الماضية نعلم ذلك. تمام. يعني حتى هذه الفورة الترامبية التي يدعي أنه لن ولن ولن، ولكن أعتقد أن التراث الأمريكي الديمقراطي والتاريخ الأمريكي والخوف على السمعة الأمريكية، أعتقد أنه سيخضع أخيرا ويسلم الحكم. أستاذ جمال، سؤالي الأخير لحضرتك، هل السياسة الخارجية سيطر عليها تغيير بعد وصول بايدن للبيت الأبيض؟ يا سادة، أرجو ألا تنزعجوا، هناك أسس استراتيجية للسياسة الخارجية لكل دول العالم. تمام. أمريكا وغير أمريكا، القضية ليست قضية من يأتي ومن يرحل، إنما يعني عندما نتحدث عن السياسة الأمريكية منذ 5 عقود ولا أقول أكثر من ذلك، ما هي التغيرات الاستراتيجية في السياسة الأمريكية بين بوش الابن وبوش الأب، وبين كارتر وبين ريغان وبين كلينتون وبين ترامب؟ كل هذه أشياء استراتيجية، ولكن التغير في الشكليات التكتيكية. تمام. هذه أمور تكتيكية وليس استراتيجية، والاستراتيجية هي أمريكا أولا، ليس شعار ترامب أمريكا أولا،
ده شعار امريكي منذ انتهاء الاتحاد السوفيتي وتمردت امريكا بحكم العالم، يقولون ان امريكا اولا. ولكن الان قبل ان نتحدث عن السياسه الخارجيه الامريكيه، ما هي طبيعه السياسه الان، التركيبه السياسيه للعالم؟ تمام. هناك لا يوجد قوه واحده تحكم، ليست امريكا فقط، هناك الصين القادمه، هناك الاتحاد الاوروبي، هناك روسيا، هناك قوى كثيره جدا الان تشارك في حكم العالم. صحيح امريكا لها قوتها ما زالت، ولكن ليست امريكا منذ مثلا 3 عقود او 4 عقود. وبالتالي عندما يقول هل بايدن هياتي بجماعه الاخوان مره اخرى، نقول ما يعني هو عندما كانت كلينتون وتسرب وتقول انهم يساندون الاخوان ايام اوباما. 30 يونيو العظيمه والشعب المصري العظيم خرج ايام اوباما واسقط الاخوان ايام اوباما. ماذا فعل اوباما؟ ولا شيء. وكان النظام المصري بعد 30 يونيو يواجه تحديات لا مثيل لها. احسنت الان استاذ مصر جمال، اسف وضعها للمقاطعه الحالي، معذره، ورغم ان كانت مصر ليست بهذه القوه التي عليها الان. ما انا بقول الان مصر قوه اقليميه بقواتها المسلحه بتماسكها بعاده الامن والامان الى اخر تمام. هذا الكلام. فارجو ان يكون التحليل موضوعي ولا يعني ننجرف في وراء شعارات لا علاقه لها بالواقع. هل العالم وتركيبة العالم وظهور الصين والاتحاد الأوروبي وقوى جديدة تجعل أمريكا تتخلى عن غطرستها في التعامل مع العالم؟ أعتقد أن الحزب الديمقراطي وبايدن بالتأكيد هناك متغيرات تكتيكية. تمام. بمعنى تكتيكية، يعيد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، يعيد اتفاقية المناخ، عضويته في منظمة الصحة العالمية. كل هذه القرارات الهوجاء التي اتخذها ترامب، بالتأكيد بايدن هيعيد أمريكا في هذا الإطار حتى يعيد الشكل الأمريكي التقليدي، حتى يكون هناك تواصلا مع كل القوى بما فيها إيران. تمام. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جمال أسعد، شكرا لحضرتك على هذا التحليل شكرا فندم، الجميل. شكرا حبيبي، شكرا.